صباح الخير. صباح النور، ازيك يا نور؟ الحمد لله. يلا صباح الخير يا مس. صباح النور ديانا. صباح الخير. بس منال، انا امبارح لما كنت عم تحكينا ما كانت سامعة، كنت بدي اقول لك انه مش سامعة بس راح الواي فاي. طيب هلا انت لو سمعتيني كنت فتحت الكاميرا يعني؟ انا على فكرة كمان ما كنت سامعتك. انت لا كنت فاتحة الكاميرا امبارح، قالوا لي انه كنت عم تعيطي لي بس ما كنت سامعة. ما كنت سمعتيني؟ هلا اليوم سمعتيني؟ ايه هلا ماشي الحال. طب افتحي الكاميرا هلا بما انك سمعتيني، تفضل فرجوني جمالكم يا حلوين. يلا نور ويلا راما. لا مش سامعة، مش سامعة يا مس. عن جد؟ لا مهضومة كثير حضرتك. أنا قلت لكم الحجر بتغيب وبتغيب وبترجعوا وبترجعوا لي مهضومين. خلص يلا يلا. طيب يلا بتقلي، يلا افتحي الكاميرا أحسن ما هلا نعمل ريموف. يلا. شو راما بردانة؟ ايه كثير. لوين قاعدة؟ بأي غرفة؟ على البرندة بس وليه عم بقول داخل ما بعرف بدي شمس. بدك شمس؟ والله معك حق، شمس حلوة اليوم. شو يا نور نوري؟ شو ديانا؟ بوجودك. يلا مس بس لفوت من اللابتوب. يلا بس انتو ما شاء الله انتو القبضيات يعني. والله حلوة القعدة عندكم، لإجل عندك يا رامي اليوم، شو رأيك؟ أهلا وسهلا. يلا أوكي حضري لي القهوة. بس بتعرفي الحجر وهيك والكورونا ما عم نروح لعند بعضنا. يلا ديانا ما شاء الله ظهرت. ديانا بدها تفوت من اللابتوب عشان هيك ظهرت. يلا. أنتوا بس اللي عم تفوتوا، وين دان؟ غريبة. عادة بتفوت دغري. هيا دان. خلينا نتابع، خليكم فاتحين الكاميرا لأنه أنا بصراحة عن جد فعلا ما بحب طلع حدا منكم، بس إذا الإدارة فاتت أكيد اسمعوا حكي، وأنا ما بحب إنه حدا يوجه لكم ملاحظة. يلا يا دان افتحي الكاميرا رفقاتك هي، وما شاء الله منورين منورين صبايا العاشر. يلا. وما حدا منكم قال لي منورة يا ماس. منورة منورة يا مس. يا شي معروف. بصراحة. منورة منورة يا مس، نحن منورين من نور. يلا خلينا نتابع، تحدثنا عن الأخطل وقلنا المثلث الأموي، في عندي المثلث الأموي يعني ثلاثة شعراء اشتهروا بشعر النقائد يعني الهجاء. يعني كان كل واحد منهم يظن قصيدة في هجاء الآخر فيرد عليه، طبعا مثل مناظرة شعرية مثل مباراة. ففي تعرفنا على الأخطل البارحة وسوف نتعرف اليوم على جرير. من هو جرير؟ جرير بن عطية التميمي من أشهر الشعراء وأكثرهم صيتا في العصر الأموي،
حارب بكلماته أغلب الشعراء، وكان يتفنن بالهجاء ويبدع بالتعبير، وكان له الكثير من النقائد التي اشتهر بها وأبرزها مع الفرزدق. طبعاً في عندي الأخطل، جرير، والفرزدق. تعرفنا على الأخطل، سوف نتعرف الآن على جرير، وسوف نتعرف بعد قليل على الفرزدق، بس أنه جزء من حياة كل شاعر مهمة جداً لكي نتعرف عليها. أنا يا محمد، بعد كمان ما في صوت، رفقاتك فاتحين الكاميرا بكل بيفتحوا الكاميرا. سارة، يلا كلنا نفتح الكاميرا. نبدأ عن جرير بن عطية. أبو حفص جرير بن عطية اليربوعي التميمي، طبعا هو اسمه شوي صعب، أنا ما بيهمني غير إنه اسمه جرير. فينا نبدأ الكتابة من هون. شاعر عربي شهير يرجع نسبه إلى بني كليب بن يربوع، وأصله من قبيلة تغلب العربية المشهورة والتي تسكن نجد، منطقة في الجزيرة العربية اسمها نجد. وهو أحد أشهر شعراء الهجاء العرب في تاريخ الأدب العربي، إضافة إلى براعته في المديح أيضا، وهو أشهر شعراء عصره. أمضى أيام حياته في مسجلة الشعراء ورد عليهم وعلى هجائهم، فلم يصمد أمام حدة لسانه إلا الفرزدق والأخطل. يعني كان شديد الهجاء، كان أيضا بارعا في المديح في شعر المدح، وأيضا كان بارعا في شعر الهجاء، ولكن لم يصمد أمام حدة لسانه إلا الفرزدق والأخطل. يعني كانوا الفرزدق والأخطل والجرير يعني متساوين من ناحية الهجاء اللاذع. كان جرير عفيفا يبدع في الغزل الحسي الذي لا يمعن في وصف مفاتن المرأة، وكان صليط اللسان هجاء ورهيبا في المديح. فإذا نتابع بدايات جرير بن عطية. ولد جرير بن عطية في البادية في نجد عام 650 ميلادي، وجاء في أغلب الروايات أن جرير ولد في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو فرد من أفراد أسرة أدبية ذات تاريخ شعري عريق، وكان الجو الذي نشأ فيه جوا أدبيا بكل المعطيات. إذا ولد في خلافة عثمان بن عفان، لما بيكون في عندي شاعر ولد بين عصرين، يعني أنا في عندي ولد في العصر الإسلامي وطبعا وعاش فترة في العصر الأموي، ماذا نسمي هذا الشاعر؟ نقول نحن شاعر ماذا؟ شاعر، نقول شاعر مخضرم. شو صاركم كلكم طفيتوا الكاميرات؟ الكل يفتح الكاميرات يرجع، يلا. شاعر مخضرم هو الشاعر الذي يعيش في عصرين، يعني هو في ولد في أثناء خلافة عثمان بن عفان يعني في العصر الإسلامي، وعاش فترة في العصر الأموي. فجرير هو ممكن نقول نحن شاعر مخضرم، وهو فرد من أسرة أدبية ذات تاريخ شعري عريق، فكان الجو الذي نشأ فيه جوا أدبيا بكل المعطيات. عندما ولد جرير وضعته أمه لسبعة أشهر ورأت رؤيا مفزعة، فذهبت إلى العراف حتى تفسر الرؤيا. يعني هي رأت رؤيا يعني مخيفة. نتابع. نشأ جرير في بادية نجد وعاش فيها. كان والده فقيرا، لكن جده أبو والدته الملقب بالخطفة حذيفة بن بدر من الأغنياء، كان يمتلك أعداد كبيرة من الجمال والغنم. وتعلم الشعر مبكرا على لسان جده حذيفة بن بدر، وقد نشأ في العصر الأموي الذي تعددت فيه الأحزاب، فكان لكل حزب شعراءه الذين يتحدثون باسمه ويردون عنه. فإذا جرير الذي هو واحد من شعراء المثلث الأموي، قلنا بأن طبعا من استطاع أن ينافسه في الهجاء فقط هذه شو اسمه
الفرزدق والأخضر، واضح؟ نكتب الآن. نبذة عن جرير. شاعر عربي شهير يرجع نسبه إلى بني كليب، اللي أنا هلأ حدقتهم باللون الأزرق. كلنا بنفتح الكاميرا، يلا. كلنا بنفتح الكاميرا. شو راما بدأتي تكتبي؟ طبعا نكتب عنوان جرير بن عطية أو الشاعر جرير. يلا والبقايا افتحوا الكاميرات، بدي اشوفكم عم تكتبوا بسرعة. يلا كل بيفتح الكاميرا. محمد ظاهر، يلا اوكي بدي بلش ظهر برات الحصة. يلا كلنا نفتح الكاميرا. بسرعة شوي. هادي إذا عم تسمعني رد علي. محمد ظاهر، اوكي معك 5 ثواني بتفتح الكاميرا، بدلكم ضيعوا وقت. محمد ظاهر،
بس قول شغلي يعملوها. نور افتح الكاميرا والا رح طلع كبرة هلا. نور اوكي محمود فتح الكاميرا بسرعه يا نور. دان ساره برافو اوكي. هذه عم بتقلي انه ما في عندك صوت، ما في عندك كاميرا كمان. دان افتحي الكاميرا يا بسرعة شوي. دان امس افتحته مش شايفتك انا. يا بسرعة شوي. وكان على جرير أن يذود عن شرف وكرامة قبيلته فاضطر أن يفني عمره في مصارعة الشعراء وهجائهم حتى قيل أنه هزم 80 شاعرا في عصره ولم يثبت منهم إلا الأخطل ولم يثبت منهم يعني لم يعرف منهم إلا الأخطل والفرزدق. عاش بدايات حياته وهو يساجل بعض الشعراء المحليين قبل أن تبدأ الحرب الشعرية بينه وبين الفرزدق والتي استمرت ما يقارب 40 عاما حتى اشتهروا شهرة واسعة وملأت أسماءهما كتب النقد في زمانهم واقترن ذكرهما ببعض بشكل كبير. إذا نكتب هذه الفقرة وهذه الفقرة. إذا جرير مع الأخطل والفرزدق شكلوا ما يعرف بالمثلث الأموي أو شعر النقائد، يعني في عندي شعر هجاء. إنجازات جرير. يمكن القول في هذا المقام أن جرير استطاع أن يجمع في قصائده جميع أغراض الشعر العربي المعروفة عند العرب، استطاع أن يبدع في أغلب الأغراض في ذلك العصر. فقد كتب جرير الهجاء وكان هجاء صليط اللسان، وكتب في المديح وكان بارعا فيه أيضا وتغزل وأبدع. يعني إذا عندما نقول كان صليط اللسان في الهجاء وخاصة جرير بين بقية الشعراء، كما كان بارعا في المديح. بعد قليل سوف نتعرف على الفرزدق. لم يقع جرير في مستنقع الألفاظ الوعرة التي غرق به الفرزدق من قبل، وكان جرير كثير الشعر يكتب الشعر وكأنه يغرف من بحر كما قيل عنه. حسن الصياغة متين السبك يحسن قيادة المعاني. طبعا هذه صفات شعر جرير. أنهينا الكتابة.
من هو الفرزدق؟ الآن نكتب عنوان الفرزدق. من أشهر الشعراء في العصر الأموي. الفرزدق شاعر عربي من العصر الأموي، اشتهر بالهجاء والفخر والرثاء، ويقال لو ضاع شعر الفرزدق لضاع ثلث اللغة نظرا لأهمية شعره. نعم يا محمود، اقرأ. من هو الفرزدق؟ الفرزدق هو شاعر شهير من العصر الأموي، له قصائد في الرثاء والمديح واشتهر بالهجاء. في تلك الفترة كان يعتبر الشعر أداة سياسية، ويمثل الفرزدق حالة الانتقال من الثقافة البدوية التقليدية إلى ثقافة المجتمع الإسلامي الجديد الذي كان بتطور التشكل. عاش الفرزدق في مدينة البصرة وهاجا قبائل بني نهشل وبني فقيم. الذي كان بطور التشكل الجديد، الجيم حرف قمري، ما نقول الجديد، لا يوجد على الجيم شدة، انتبه. فإذا الفرزدق هو شاعر شهير من شعراء العصر الأموي، له قصائد في الرثاء. ما هو الرثاء؟ ما هو الرثاء؟ الرثاء منقول رثاء الميت. شو يعني رثاء الميت؟ ما المقصود برثاء الميت؟ رثاء الميت يعني التحدث عن صفات شخص قد مات. فكانوا في الزمن القديم يرثون الناس الذين يفقدونهم في قصائد كيف قصائد مدح، مدح لي بصفات الشخص. في عندي مدح رثاء، قصائد رثاء، في رثاء أي شخص، والتحدث طبعا عن مآثره ولكنه لم يعد موجودا في الحياة. المديح يعني مدح الشخص، تحدث عن صفاته الجميلة. واشتهر بالهجاء، الهجاء يعني عندي هون الذم، التحدث عن الصفات السيئة لإنسان معين. وكان الشعر في تلك الفترة يعتبر أداة سياسية. كما قلنا سابقا، الخلفاء والأمراء في العصر الأموي كانوا يستخدمون الشعراء أو يستعينون بالشعراء كأداة سياسية لنشر طبعا ما يريدون. طبعا يأتي الشاعر يمدح الخليفة والملك، يتحدث عن صفاته الجيدة، فيحصل هذا الملك على شهرة واسعة. وطبعا بيكون هو هيدا الشخص عن الشاعر عم بيدافع عن الخليفة. نكتب إذا الفرزدق هو شاعر شهير من العصر الأموي. أكمل قراءة يا دان. يقال الفرزدق بالشعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، فكلهما من شعراء الدرجة الأولى في عصرهما. كان الفرزدق كثير الهجاء، فقد اشتهر بهجائه المر للشاعر جرير. ولكن عندما توفي في الفرزدق، كما قام جرير برثائه وتعرف على السيرة الذاتية. بس لهون. يقارن الفرزدق بالشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، يعني هو يشبه الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى. طبعا زهير بن أبي سلمى شاعر من شعراء العصر الجاهلي، ولكن اشتهر بالحكمة. ف
فكلهما من شعراء الدرجة الأولى في عصر الموى. كان الفرزدق كثير الهجاء، فقد اشتهر بهجائه المر للشاعر جرير. ولكن عندما توفي الفرزدق قام جرير يعني شعر الهجاء المتداول بين المثلث الأموي، هذا ما أدى إلى عداوة بين الشعراء الثلاث، إنما عندما توفي الفرزدق قام جرير ورثاه في قصيدة، يعني تحدث عنه بحسن نية أو بطريقة جيدة. مساء الميت يعني تحدث عن صفات جيدة عند هذا الميت. فإذا نكتب يقارن الفرزدق بالشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى. طبعا هيدي اللي أنا عم ضيفها على الدفتر، فأو أنه أنا أطرح بالامتحان أي سؤال منهم، يعني أنا مش عم بعطيكم إياهم هيك لسلة. خلينا نعرف لماذا سمي الفرزدق بهذا الاسم. بس خليني انتبه هون، سمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه نسبة إلى رغيف الخبز الضخم، يعني هو وجهه ضخم مثل رغيف الخبز، وكان رغيف الخبز في ذلك الوقت يسمى بالفرزدق، فنسبة إلى ذلك سمي الفرزدق، هو لقب بالفرزدق. وكان جده ذو سمعة طيبة ووالده غارب، عرف بكرمه وحسن ضيافته. وفي سن 15 عاما عرف الفرزدق كشاعر، وقد نصحه الخليفة علي بن أبي طالب بالاهتمام بدراسة القرآن وحفظه. طبعا هذه معلومات مهمة عن الفرزدق. وهكذا نكون تعرفنا على المثلث الأموي، جرير الأخطل والفرزدق. سوف ننتقل الآن للتعرف على أسباب نهاية العصر الأموي. أين الكتابة؟ سمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه نسبة إلى رغيف الخبز الضخم. نكتب هذه الفقرة على الدفتر. أنهينا الكتابة.
ما هي أسباب سقوط الدولة الأموية؟ راما اقرأي. الأسباب التي أدت لسقوط الدولة الأموية. عندما توسعت رقعة الخلافة الأموية أصبحت بحاجة لخلفاء أقوياء أشداء لحكمها أشداء إلا أشداء لحكمها إلا أنه في تلك الفترة استلم زمام الحكم خلفاء ضعفاء انصرفوا عن أمور الحكم لترف وملذات الدنيا وكانت هناك عدة أسباب لسقوط الدولة منها لسقوط الدولة الانقسام الأموية. لحظة، شكرا يا راما. عندما توسعت رقعة الخلافة الأموية أصبحت بحاجة لخلفاء أقوياء أشداء لحكمها، لأنه في هذه تلك الفترة استلم زمام الحكم خلفاء ضعفاء. الخلفاء الذين تولوا الحكم في تلك الفترة، يعني في نهاية الدولة الأموية، كانوا ملوك ضعفاء أولا. ثانيا، معاوية بن أبي سفيان عندما تسلم الخلافة حاول أن يجعل الخلافة، أو استطاع أن يجعل الخلافة وراثة، وطبعا تولى ابنه يزيد بعده الخلافة، وهذا طبعا سبب من أسباب الخلافة بين العرب في الدولة الأموية نفسها. يعني ما أسباب سقوط الدولة الأموية؟ مش إنه في خلاف بين العرب وبين دولة أخرى، لا، بين العرب أنفسهم. كيف إحنا عنا بيصير عنا بين العرب بعالمنا هلأ خلاف بين الدول؟ كذلك هذا ما حصل في ذلك الوقت. أولا، الانقسام بسبب اختيار الخلفاء. نعم يا نور، أكمل القراءة. ولاية العهد نشأ عن سورية العهد المتتابعة ضعف كبير في صفوف الدولة، كما حدث في تولية مروان بن الحكم لحظة شوي، ربيعي. هون اقرأي. ها، كان المسلمون كان المسلمون مختلفون على الشروط الواجب توفرها في الخليفة المختار، لكن في الدولة الأموية أصبح نظام الحكم بالوراثة، فعرضته بعض الفرق كالخوارج، ودخلت في عدة معارك أضعفت قوة الدولة. قوة الدولة. كما نتذكر، نحن في بداية العصر الأموي ماذا قلت؟ كيف انتقل الحكم إلى معاوية بن أبي سفيان؟ قلنا سابقا بأنه طبعا أراد الحسن بن علي بن أبي طالب يعني أن يتولى الخلافة من بعد علي بن أبي طالب، ولكن طبعا جماعة معاوية بن أبي سفيان رفضوا ذلك، لأن الخلافة باعتقادهم بأنها لا تقوم بالوراثة. يعني مش معقول يأتي مثلا، لنقول علي بن أبي طالب هو خليفة من الخلفاء الراشدين، أن يجب أن لا يجب أن يتولى ابنه الخلافة. يعني هون في نوع من الوراثة، وهذا شيء مش مقبول، غير مقبول، أو رفضه العرب في ذلك الوقت. طبعا اعترض معاوية بن أبي سفيان وجماعته، فالذي حصل بأن الحسن بن علي بن أبي طالب تخلى عن الخلافة لكي لا يحصل مشاكل وحروب بين العرب. عندما تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان، أصر على جعل الخلافة وراثة لتسليم الحكم إلى ابنه يزيد من بعده. فإذا كان المسلمون مختلفون على الشروط الواجب توفرها في الخليفة المختار، لكن في الدولة الأموية أصبح نظام الحكم بالوراثة. طبعا فرقة من فرق العرب اللي اسمها الخوارج اعترضت على ذلك. أيضا سبب من أسباب انقسام الدولة الأموية ولاية العهد. نعم يا سارة اقرأي. نشأ نشأت توليات العهد المتتابعة ضعف كبير في صفوف الدولة، كما حدث في تولية مروان بن الحكم ولد عبد الملك ثم عبد العزيز الوليد ثم سليمان، مما أثار الخلافات والنزاعات بين بني أمية ونسلهم. ثم أثار الخلافات والنزاعات بين بني أمية أنفسهم. يعني ولاية العهد، يتولى العهد يعني بينتقل الحكم من الملك إلى ابنه. يعني مروان بن الحكم ولى عبد الملك، ثم طبعا عبد العزيز، وتولى بعد ذلك عبد الملك تولى ولده. يعني أنا في عندي لهون عند الحكم ينتقل بالوراثة من الأب إلى الابن، وطبعا هذا أثار الخلافات والنزاع بين بني أمية أنفسهم. يعني الحكام في ذلك الوقت، العائلة يعني بني أمية أنفسهم اختلفوا مع بعضهم. نفس الشيء مثل ما بيصير عندنا بالعرب. يلا، العصبية القبلية.
عصبية القبلية. دان ندد ندد الدين الحنيف بالعصبية الجاهلية المنتمى. هيدي خلاص ما تقرأيها، ونهى عنها. دان محمود اقرأ. ندد الدين الحنيف بالعصبية الجاهلية المنتنة ونهى عنها، ولكنها عادت للظهور في عهد بني أمية، مما أجج الصراع بين القبائل العربية التي تعد سندا وعمادا الدولة، وكذلك الخلاف بين العرب والموالي، وهم المسلمون غير العرب أو العجام. ما هو الدين الحنيف؟ ما المقصود بالدين الحنيف؟ الدين الحنيف يعني الدين الجديد، الدين في ذلك الوقت هو الدين الإسلامي. ندد يعني رفض العصبية الجاهلية والخلافات، العصبية الجاهلية يعني الخلافات والفتن بين العرب، رفضها الدين الإسلامي. ولكن في العصر الأموي عادت الظهور مرة ثانية بين القبائل العربية، يعني عادت في القبائل العربية للخلاف كما كانت عليه في العصر الجاهلي، وهذا سبب من أسباب انهيار طبعا العصر الإسلامي أو الدولة في عصر بني أمية أو في العصر الأموي. الأسباب الاقتصادية أيضا سبب من أسباب انحطاط الدولة الأموية. من أحد أبرز الأسباب في سقوط الدولة الأموية هو حرمان الموالي من الامتيازات الاقتصادية والتي جعلتهم معرض لاضطرابات وثوراتهم. يعني أنا في عندي جماعة من الناس محرومين فقراء، وهذا طبعا يؤدي إلى القيام بثورة ضد الحكام الذين هم أفقروا الشعب وجعلهم يعيشون هذه الحالة. الأسباب الاجتماعية، وجد في عهد بني أمية 4 جماعات مختلفة تناحرت فيما بينها بصراعات دامية، يعني صار في عندي حروب دامية بين 4 فرق. أولا أنصار بني أمية وهم من السنة، أنصار العلويين وهم شيعة، العباسيون في أواخر عهد الدولة، والخوارج. أنا في عندي دولة، تخيل في عندك أنت، العرب انقسموا إلى 4 فرق وتناحروا بين بعضهم متقاتل، يعني عندك أنت أنصار بني أمية وجماعة العلويين والعباسيون والخوارج، كل واحد منهم يريد الوصول إلى السلطة، عم يتقاتلوا. فهذا طبعا سبب من أسباب انهيار الدولة الأموية. نشوف مين حينتصر، هل الذي سينتصر ويستلم الحكم هم بني أمية أو العلويون أو العلويين أو العباسيين أو الخوارج؟ من برأيكم تولى الحكم؟ حدثت حروب بين هذه الفرق الأربعة، من انتصر؟ بني أمية بنو أمية انتصروا ويعني استمر امتازة. العصر الأموي. ما عم نقول نحن انحطاط زوال نهاية العصر الأموي، بعد العصر الأموي انتهى، أتى عصر آخر. من الذي أتى؟ هل الذي أتى هم العلويون أم العباسيون أم الخوارج؟ يعني من انتصر من هذه الفرق الأربعة؟ صار في حروب بيناتهم، كل واحد منهم يريد الوصول إلى السلطة، من الذي انتصر؟ نعم يا رب، من العباسيون انتصر؟ العباسيون العباسيون. أنا صار لي أسبوع عم بحكي شو بقول، الأسبوع القادم سوف نبدأ بالعصر العباسي، يعني هذا طبعا بنهاية العصر الأموي.